أهلا وسهلا فيك مؤمن عبادي، ضيفنا في هذه الحلقات. وتكلمنا في الحلقات السابقة عن التحميص وأهمية أو ما هي أهم المواصفات اللي لابد يتحلى بها الحماص. اليوم نبغى نتكلم عن دور الحماص المحترف، وهل يحتاج إلى شهادات خاصة أو دورات متخصصة في هذا المجال؟ يا أهلا وسهلا بك سارة وبكل السادة المشاهدين والمستمعين. طبعا الحماص المحترف له دور كبير جدا 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 في عملية الجودة وإدارة الإنتاج وما يليها من خطوات مهمة جدا في عالم التحميص. الحماص المحترف بس مش دوره الإشراف على عملية التحميص فقط والإنتاج، ولكن له دور مهم جدا في ربط الأدوات اللي قاعد يستخدمها. يعني أنا عندي مخزون، عندي عملية تحميص قاعدة تتم للمحاصيل، وعندي ما بعد التحميص، وعندي متابعة جودة، وعندي أيضا منتج في النهاية راح يطلع. أنا كل هذا الأمر مسؤوليتي ولازم أكون مهتم فيه، حتى لو عندي فريق أنا قاعد يدير الموضوع هذا لازم أنا أكون مهتم فيه. النقطة الثانية إنه أنا لازم أركز على بعض الأمور وهي الإبداع. الناس مش أي أحد يكون عنده القدرة على تصميم الخلطات والوصفات. فبالتالي من المسؤولية اللي تقع على عاتق الحماص المحترف كاهتمام منه بالجودة وكمسؤولية مهنية له ومسؤولية عملية، إنه يتابع مع قسم الجودة، إنه يتأكد المشاركة مع قسم الجودة، التأكد من جودة الإنتاج، التأكد من يعني مرونة الإنتاج، زائد نقطة الإبداع اللي أنا ذكرتها وهي تصميم الخلطات اللي راح تطلع لما يكون عندي بلند. لانه الا من رحم ربي من الحماصين لما يجي يسوي بلند هو تفكيره انه البلند هذا يغطي فيه بعض الديفكتد روست او بعض المحاصيل اللي فيها مشاكل قديمه او جودتها قليله او او او. فبالتالي من المهم جدا انه يكون الحماص المحترف عنده رؤيه في الخليط اللي راح يسويه. انا اقول كحماص محترف، مش أنا لكن مكان الحماص المحترف، إنه لما أجي أبص على تصميم خليط لازم أبص على الكوب الأول المستهدف. فأجي أقول والله عندي كوب مثلا قوامه عالي، في فاكهية وعطرية، في حمضية متوسطة، في حلاوة عالية، في هذه الشخصية من وين أقدر أركبها وكيف وإيش النسب حقتها. فهذا علم تصميم الخلطات لازم يتسم ويتميز به الحماص المحترف. زائد أيضا أنه يكون مهتم في بناء الوصفات والخلطات، بناء الوصفات اللي راح يحضرها العميل أو المقهى اللي راح يأخذ منه. هذه قهوتي أنا أدرى شخص بأفضل نتائج المفروض تطلع منها، لذلك لازم أكون حريص أنه لما أجي أقدم لك بن أنصحك في إنه تحضر هذه الوصفة بالشكل الفلاني بالطريقة الفلانية عشان تأخذ أفضل كوب من هذا البن. فبالتالي هذه أنا أشوفها من وجهة نظري من مهام ومسؤوليات الحماص وفريق الجودة. جميل. تكلمت كمان عن التذوق، فهو جزء من اختبار الجودة بالنسبة للمنتجات اللي قدمها الحماص. صحيح. مهارة التذوق، تفضلي. لا بس كنت بسألك عن هذا الموضوع، إنه يعني إيش دور الحماص في الجودة تحديدا؟ طيب، فريق الجودة أول شيء ممكن يكون عضو فيه بشكل غير رسمي الحماص، ولكن من الأفضل إنه الحماص يكون عضو رسمي. طيب عشان فريق الجودة إيش ما يميز أو أهم المواصفات اللي تميز فريق الجودة؟ فريق الجودة رسمياً لابد أن يكون من مجموعة مقيمين معتمدين، ثلاثة
خمسة يعني رقم فردي، أنه يكون من مجموعة متذوقين معتمدين أو مقيمين جودة ومعتمدين من معهد جودة البن اللي نعرفهم بـ Q graders. فهذول عندهم القدر الكافي من الخطوات والبروتوكولات والمعايير التي يقومون بتطبيقها لأعلى معايير الجودة أو للحصول على أعلى معايير الجودة. فبالتالي مشاركته كعضو غير رسمي في الفريق راح ترفع من وعيه وراح تخليه إيش يعرف إيش الأخطاء اللي عنده وكيف يعمل على إصلاحها. حلو. مشاركته بشكل رسمي هذا يدل على أنه يتحدث بلغة مقيمين الجودة. مشاركته بشكل رسمي معناها أنه هو رجل حاصل على شهادة مقيم جودة ويتحدث بلغة مقيمين الجودة. فإذن راح يكون في تناغم كبير بينه وما بين فريق المقيمين اللي معه أو قسم الجودة بشكل كامل، وبالتالي سرعة العمل على إيجاد حلول للمشاكل والتحديات الواجهة راح تكون كبيرة جدا. فبالتالي من المهم جدا أنه هو يتسم بشكل أساسي أنه يكون عنده مهارة التذوق عالية، عشان بدونها لن يتحدث بلغة الجودة، لن يكون قادرا على التحدث بلغة الجودة، ولن يكون قادرا على اكتشاف المشاكل وبالتالي عدم حلها وهكذا. طيب السؤال، هل في دورات متخصصة؟ ذكرت بعضها في حلقة سابقة، بس يعني عشان اللي ما تابعونا في الحلقة السابقة يسمعوها مرة ثانية، هل في دورات متخصصة أنت تنصح فيها الناس، يعني أي شخص حابب يكون حماس أو رائد تحميس أنه ياخذ الدورات هذه؟ صحيح، ولكن الموضوع يختلف من شخص لآخر على حسب الاهتمامات وعلى حسب الاحتياجات. يعني أنا الحين لو أنا حمص منزلي، أحمص قهوة لي في البيت أو أحمص العائلة، وهذا موجود ويحصل طبعا، وشايف أنه أنا حابب الموضوع يكون فيه هواية بسيطة لي، أنا ممكن أخذ ورشة عمل عن التحميص، ممكن أخذ ورشة عمل عن التذوق، ممكن أقرأ عن كتب، ممكن أبدأ أجيب بعض الأدوات اللي تساعدني. لكن هذا مختلف تماما عن الاحتياج لما يكون أنا راح أفتح بزنس محمصة أو راح أشتغل حماص، لأنه هذا الموضوع مختلف وراح يأخذني في دايركشن أو اتجاه مختلف، ألا وهو أنه أنا لازم أدور على المصدر الموثوق اللي أقدر ألاقي عنده المعلومات المعتمدة اللي راح تبني قدراتي ومهاراتي المعرفية والمهنية والعملية بشكل صحيح وسليم، لأنه هذا راح يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى رفع الكفاءة في بناء البزنس حقي والإنتاجية فيما بعد. فبالتالي أنا لازم أدور على الشخص أو الدورة أو المركز، أو لأنه هذه خطوات جدا مهمة بالنسبة لي، لأنه راح يعتمد عليها بزنس. أنا راح أستثمر في نفسي أول شيء، استثمار في ذاتي، وبعد كده راح أستثمر في مشروع لازم يعيد علي أو يدر علي دخل بشكل معين، وبالتالي كمان لازم أكون واصل أو مشارك في السوق بجودة وشخصية معينة. فبالتالي ما ينفع أروح أخذ ورشة عمل بس كده فلانية وراح أجيب حماصة ب 700,000 ولا 500,000 ولا حتى 25,000 وأبدأ أحمص وأطلع. فهذا في أمثلة كثير موجودة وناس تقع في هذا الخطأ، لكن أنا من مكاني هذا أنصح الأشخاص أنه هم يعرفون إيش الاحتياجات، عشان هذا راح يحدد الاتجاه. إذا كنت أنا راح أخذ دورة أو ورشة عمل أساسية وراح أمارس في البيت، أو راح أفتح بيزنس، أو راح أشتغل عند أحد. يعني أنا لما يجيني حماص وأخذ دورة معتمدة والكلام هذا كله، هذا راح يعتمد عليه البيزنس بشكل كامل. فبالتالي لو أنت ما عندك المهارة الصحيحة والمعلومة الصحيحة والعلم متلقي بشكل صحيح، هذا راح يأثر علي وراح يكون ضرر على البزنس كبير. جميل. أبغى أسألك سؤال كذا على الجنب، هل تؤمن بالنفس في التحميص؟ بصراحة إيه، نعم. أنا من مكاني أو من تجربتي أؤمن بأنه التحميص هو يعني عليه عامل كبير جدا، انه الشخص اللي قاعد يحضر زي الطبيخ. طب نقول هذا نفسه في الطبيخ، يعني معلش انا اسف، السلطه وهي سلطه، ادي لهذا مكونات انجريدينتس، ادي هذا واحد ثاني،
حيطلعوا لك في النهايه بمذاقين مختلفين، هذا حط الطماطم اول والبصل بعدين وبعد الخيار وهكذا. فبالتالي عندنا برضو التحميص هو فيه اساسيات، لكن في النهايه برضو انا مؤمن بانه في نفس في التحميص، هذا يطلع بنتيجه جيده من نفس المحصول والادوات والمعدات، وهذا يطلع بنتيجه مختلفه. صحيح، جميل جدا، حلوة الختامية هذه حقت النفس، لأنه أنا كمان من الناس اللي أؤمن فيها في التحميص وكمان في بالنسبة للبارستا. صحيح. الله يعطيك العافية مؤمن، ونشوفك في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا.